هل يعني ذلك أنه لا زالت الأرضية غير صالحة للتعاطي حتى مع السلام، كما ذكر ضيفنا هنا في الاستديو الأستاذ يا وليد عزيزي؟ الأبارة، قال أنه لا يوجد سلام ولا يمكن أن نطمح لسلام، والسلام مع الجماعة الحوثية من ضرب من المحال يعني، والأرضية لم تعد أو ليست صالحة للتعاطي معها، أليس هذا صحيحا؟ الشعب اليمني كله يريد السلام ومستعد أن يتنازل للميليشيات الحوثية بمجموعة من التنازلات، لكن ما يدور هو ليس عملية سلام، ما يدور هو عملية استسلام كاملة. السلام أن تكون هناك دولة ومرجعيات، يسلم بعض سلاحه، يأخذ إقليم، يحكم إقليم، لكن ما يدور الآن لا شيء من ذلك، لا مرجعيات، لا حوار وطني، لا مخرجات، لا دولة، هو تأسيس لدويلات في اليمن. الشمال كأنه مقتطع برمته مع الحوثي إلا ما تيسر من بعض محافظات، والجنوب سيبقى هكذا أشتات بين مكونات. تأسيس هذه الوقائع وعدم رفضها من القيادة والشعب معا، لا شك أنه سيخلق يمنات، لن يكون هناك يمن. إذا ليس هناك عملية سلام. عملية السلام لها بنود محددة. هل الحوثي مستعد أن ينخرط وهو ورقة إيرانية تلعب به لكي تؤتي أكله في السنوات القادمة؟ لا أعتقد أنه يريد سلام، هو يريد مشروع. هذا المشروع خميني أعلن عنه في العشرينية الخمينية من 2000-2025 بخط محسن رضائي، وهو الوثيقة الثانية بعد الدستور الإيراني، أننا نريد من حدود أفغانستان مرورا باليمن حتى مكة. إذا كان اليمن اليوم هو الثور الأسود، فغدا سيكون هناك ثور أبيض ثاني وثالث، وينبغي نحن كيمنيين أن ندافع عن قضيتنا بكل جراءة ونطرحها في بساط العالم العربي. إما أن تكونوا معنا اليوم وإلا ستضيعون. لولا قادسية صدام لكانت إيران لهطت الخليج منذ فترة، والآن إيران تحاول بعد أن انكسرت في العراق في تسعينات أو ثمانينات العقود الماضية أن تعيد الكرة من خلال اليمن. اليمن هي أول الدول التي سوف تسقط، وبعد سنوات سيتباكى الجميع إذا تركونا. لكن لازلنا نؤمل أن التحالف العربي والأمة العربية ستستيقظ على شيء من الإعداد على الأقل. إذا كانت الآن تسترضي الحوثيين وإيران لظروف وضغوط الطاقة وهلم جر، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون وبال على اليمنيين فقط، سيكون على كل العرب لا شك وبالا كبيرا. إذا أسست دولة لإيران في أهم منطقة في الجزيرة العربية هي صنعاء، باب المندب، أنبوب النفط الممتد للبحر الأحمر من باب المندب حتى قناة السويس، سيكون على مرمى حجر من صواريخ إيران ودولتها الخميني. جميل. نحن نعتبر أننا في ظل احتلال فارسي كشعب وكنخبة، وينبغي أن نعمل بهذا التوصيف وبإعداد عدته، أننا أمام احتلال فارسي كامل الأوصاف في شمال اليمن على الأقل، ويطمع بالجنوب.